يعطيكم العافية. اليوم رح أفرجكم جهاز الأمينو أسيد أنالايزر. أول مكون من مكونات الأمينو أسيد أنالايزر وهو الأوتو سامبلر. هون تنحط عندي العينة، في داخل هذا الفايلز تنحط العينة، بينحقن منها 200 مايكرو لتر إلى داخل الجهاز. في النقطة هاي في عندي الستاندرات بتنحط على أساس يتقارن عندي نوع الأمينو أسيد مع الستاندر. ثاني مكون عندي هون الموباي فيس، عبارة عن بفرات. في عندي الريجينريشن سوليوشن، في عندي الواشنج سوليوشن عشان نغسل الكولوم، في عندي هون النينهايدرين. هذا كله الموباي فيس وهو أحد أهم مكونات جهاز الأمينو أسيد أنالايزر. بيتم حقن العينة والموباي فيس عن طريق هاي الأنابيب الشعرية إلى داخل الكولوم. الكولوم هون عندنا داخلي مش مبين. الكولوم وظيفته يفصل عندي أنواع الأمينو أسيد ويفصل لي إياها عن بعض عن طريق الأيون إكسشينج، بحيث بيكون عندي شحنة الأمينو أسيد موجبة والريجن تبعت الكولوم بتكون سالبة، فبينفصل عندي حسب الأيونات. بعد ما تنفصل عندي الأمينو أسيد بترتبط مع النينهايدرين، بحيث يتم ضخ النينهايدرين على الأمينو أسيد، بيرتبطوا مع بعض وبيعطوني لون بيربل لكل الأمينو أسيد ما عدا البرولاين، بيعطيني لون أصفر وبينقاس طبعا على طول موجي 440. أما معظم الأمينو أسيد التانيين على 570 نانومتر. بعد ما يلتقط عندي الديتكتور الأمينو أسيد المحرر بعد ما ارتبط عندي بالنينهايدرين، رح يقص لي الجهاز أو رح يعبر لي عن أنه التقط أمينو أسيد عن طريق أنه بيعطيني بيك. البيك بيكون شكله مثل هيك، عندي التايم، رابط عندي تركيز الأمينو أسيد مع التايم اللي ظهر عندي البيك فيه. ملاحظ هون هذا أنه ما في عندي أي بيك فيه، البيك بيكون شكله هيك مثل الجبل طالع، بيكون دلالة على التقاط البيك. المسافة من المحور اللي تحت لا آخر البيك بتكون بتعبر لي عن تركيز هذا الأمينو أسيد. أما نوع الأمينو أسيد بتعبر عندي من خلال الريتينشن تايم، هذا التايم اللي هو وقت ظهور الأمينو أسيد. في هون عندي جدول بيوضح لي أنواع الأمينو أسيد اللي التقطها الجهاز بالإضافة للريتينشن تايم. طبعا أنا بقارن الريتينشن تايم للعينة تبعتي مع الريتينشن تايم تبع الستاندر، وبهيك بعرف نوع الأمينو أسيد الموجود. مقدار الأمينو أسيد هون موجود عندي الأماونت، اللي هو عبارة عن المسافة من محور السينات لآخر البيك بيكون عندي تركيز هذا الأمينو أسيد. منشوف هون مثال، مثلا عندي الفالين، أمينو أسيد الفالين تركيزه كان من خلال تركيزه 45.116، هذا تركيز الفالين. ريتينشن تايم كان له 22.597، هذا كان الريتينشن تايم للفالين، ومن خلاله أنا عرفت إنه هذا نوع الأمينو أسيد عندي هيك، لأنه أنا بكون حاقن الجهاز مسبقا في ستاندر وبكون معرف ريتينشن تايم لإله.